ميديكالي. وضع الفنان توا في عام 2016، دخلنا في 2016، معناها كيفاش تراه؟ صعبة ماشية وتصعب انت ماشي بالتوالي ماشي بالتوالي، والمشكلة فين؟ مشكلة مشكلة في كل شيء، في الإبداع، في الضغط النفسي اللي على الفنانين. نتكلم بصراحة، معناتها أنا ماذا بيا كيما تحب، اللي معروف عليه اللي أنا صريح جدا لغة، يعني تحب لغة خشبية؟ لا لا، ما عندي أنا، ممكن مقل ياسر في الظهور مثلا في وسائل الإعلام، مش نحكي على المسموع، نحكي على وسائل الإعلام المرئية. معناتها ثم علاش، ثم برشا ناس تبعت لي مثلا تقول لك عميد عنده جديد، لو أنا عملت ألبوم مكلف عليه 60 مليون، الالبوم هذا صرفت عليه 60 مليون من جيبي من كاستي انا، نجي نشوف بعد باش نتعدى اعلاميا انا في بعض القنوات التلفزيونيه، نلقى روحي ممنوع من باش نتعدى في البرامج التلفزيونيه معينه. قال شنو ما يعملش البوز، يعني درته الفنان ولا يتقاس بالبوز، ولا يتقاس من الفنان يحضر في بلاتو يسب فنان صاحبه، ولا يحضر في بلاتو يسخن له قدره. معناتها ما اشبي عليه، ولينا هكايا عليه بالحق. وليت ننسى نشوف تفرج في ميسيون في التلفزة، نشوف كان متركاج كبير الفنانين معينين تو لي رابور، ولا هما اللي ماخذين في الصدارة، هما اللي ماخذين المشعل على الفنانين الكل. حاجة أخرى، ثم فنانين الوتريين قاعدين يتسبوا كل يوم، ما فهمتش الحملة هذه الكبيرة شنو الغرض منها، علاش الإقصاء متاع الفنانين هذوما. إخويا أعطيني حق رد، أنا مش أنت كتسب فنان أعطيه حق رد باش تعدى، كيف أنا عندي جديد يا أخويا لازم نعمل لك البوز، أنا ميساج مش مطالب باش تعديني ساعة ولا ساعة غير ربع ولا نص ساعة، عديني درجين نحكي على جديدي ونمشي على روحي. أنا مش كونتر حتى لون موسيقي ولا حتى معناتها نمط موسيقي، ما بالعكس لي رابور الراب هذه موجة عالمية، ما احنا مش موجة في تونس بركة، لكن أنت كي تجيب رابور مثلا باش يتكلم مثلا كلام مثلا ما كناش نسموه، مثلا كده معاك مثلا امك وبوك ولا مرتك ولا قاعدين في قاعده وتسمع كلام تيت مثلا ولا يقصوا عليه مثلا، وثم كلام ساعات يتعدى ولا كلام اونتر ليليني ولا غشه في ما كناش قبل نتفرجوا هكايا، ومالغري تو سا ولينا مجبرين انك تتفرج على لي زيميسيون هذوما، خاطر ما عندكش ما شنو تتفرج. جي نشوف انا نطلب منشط ولا نطلب تلفزة معينة نقول لهم سامحني أنا عندي برودوي جديد، يقول لي سامحني استنى شوية راك ما تعملش الباز حتى تبدأ إيميسيون. معناتها لهنا على الدنيا السلام، معناتها لهنا نقول أنا نقعد قدري وإلا ما عادش ننتج يا أخوي، علاش ننتج؟ يعني نقعد في الدار وإلا ما عادش ننتج مش مشكلك، ما يقعدوا هما كي ولات هكايا ليزيميسيون في التلفزة كي ولات هكايا، ثم إيميسيون أربع سنين ما تعداش فيها أنا. كلام الناس؟ لا كلام الناس تعديت مرة قبل كي كان نزار الشاري، لكن توا حتى كي تبعث باش نتعدى في ايميسيون لاباس ما نتعداش فيها، بل كل شيء الحوار التونسي ثم دي ايميسيون مش كان انا، ثم فنانين ما يتعداوش فيها، علاش؟ قال شنو عاقلين ولا نخبل، ما فهمتش انا شنو السبب عليه انا ناس ثم ديفاني يبعثوا لك يقول لك علاش ما تعداش، وين جديدك؟ نحن نشوفه في التلفزه، وين شنو قاعد نخدم في خدمه وربي يعلم شنو قاعد انا نصرف، شنو قاعد نتحرك.